كيف نعد أقراص الفول بالكمون؟ نحتاج إلى 3/4 كوب فول جاف مكسر، حبة بطاطا، بيضة، 1 صفار البيض، 1 رأس بصل أخضر، 1/3 كوب فتات خبز، ملعقتين كبيرتين دقيق، 1 3/4 ملعقة كبيرة من الزبدة، كمون حسب الرغبة، 1 كوب زيت للقلي، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. نضع الفول المغسول والبطاطا في وعاء مملوء بالماء، نطهى مدة 25 دقيقة من بدء غليان الماء، ثم نصفي الفول ونقشر البطاطا. بآلة هرس البطاطا في محضر الطعام أوداسيو من مولينكس نهرس البطاطا والفول. باستخدام آلة الفرم في نفس الجهاز من مولينكس نقوم بفرم الجزء الأبيض من البصل الأخضر ناعماً. نضع الفول والبطاطا في وعاء الخلط ونضيف الزبدة المقطعة وصفار البيض. نخلط المقادير جيداً ثم نرش الملح والفلفل والقليل من الكمون. نصنع من الخليط أقراص مستديرة ثم نضعها في الدقيق والبيض المخفوق وأخيراً في البقسماط. نقل الأقراص في كمية كافية من الزيت الساخن حتى تتحمر ونقدمها ساخنة.